مؤخرا بالمغرب ولأول مرة اكتشاف نوع قبسي خاص بشجرة التنينية أو شجرة دم الأخوين، وقد نشرت الأكاديمية الفرنسية للعلوم بباريس مقالا علميا للباحثين عبد الملك بن عبيد الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، وفابريس كوزان الباحث بمختبر الجغرافية البيئية وإيكولوجيا الفقريات بمونبوليه، قدم من خلاله اكتشافهما وكذا خصوصيات الشجرة. مؤخرا بالمغرب ولأول مرة اكتشاف نوع قبسي خاص بشجرة التنينية أو شجرة دم الأخوين، وقد نشرت الأكاديمية الفرنسية للعلوم بباريس مقالا علميا للباحثين عبد الملك بن عبيد الأستاذ الباحث بالمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا، وفابريس كوزان الباحث بمختبر الجغرافية البيئية وإيكولوجيا الفقريات بمونبوليه، قدم من خلاله اكتشافهما وكذا خصوصيات الشجرة.